نظم عدد من أعضاء المجلس البلدي ببلدية المروج من ولاية بنعروس ندوة صحفية بمقر البلدية، عرضوا خلالها ما اعتبروه تجاوز من قبل رئيس البلدية الحالي خلال الفترة النيابية. النائب الثاني لرئيس بلدية المروج محسن الغرسي قال: هذه الإخلالات تعود إلى تفرد الرئيس بالقرارات وأهدار للمال العام. احنا الهدف دخولنا للبلدية هو خدمة المواطن، هو اعلاء المساواه معنا بين الناس، معنا في المروج هو تقديم الاضافه. احنا حالفين على القران. المشكله مع رئيس البلديه هو في التفرد بالراي اساسا. اليوم فما الجماعات المحليه اللي تقول في الفصل 203 نتاعها تقول انه المجلس البلدي هو اللي يحكم في البلديه، وانه رئيس البلديه يمثل المجلس البلدي في من عند السلطة المحلية والجهوية. دونك السياسة العامة نتاع البلدية يلزمها تنبثق معنا من مداولات المجلس البلدي. احنا مالوريزمون لا السياسة لا المشاريع اللي نبثق من المجلس البلدي وقع العمل بها، بل العكس، انه نلقاو اللي نحكيو فيه في المجلس البلدي يصير عكس تماما معنا في تطبيق العملي نتاع رئيس البلدية، وهذا استفراد بالرأي. ثاني حاجة أنه العديد معنا من المشاريع وقع إقرارها داخل المجلس البلدي ولم تنفذ، بل بالعكس فما رجوع على بعض المشاريع اللي صارت في المجالس البلدية، واللي احنا الرجوع هذا كلفنا خسائر مادية. القرية الحرفية اللي كانت مش تعمل بدأ فيها المقاول وقف، واضطرت البلدية ان باش تعطيه 143 مليون. ال 143 مليون هذه كنا نجموا نستعملوها معنا في مشاريع اخرى في القرب معنا للمواطن. اثنين، انه ما فما حتى اي سياسة واضحة معنا مثلا في مجال النظافة. كي تشوف من الحوايج اللي نتاع الفساد، انه كي نشوفوا مثلا استغلال الكاربيران اللي وصل ل 470 مليون، معنا حساب سهل كي تقول 470 مليون معناها تقريبا البارك اوتوموبيل نتاع البلديه يلزمو يعمل 2000 كيلومتر في المروج، وهذه معناها بالحق حتى عمرها ما صارت. معناها الكميه نتاع الكاربيران ما تخلينا نعملوا 45 دوره حول العالم. شنو يثبت هذا؟ يثبت انه معناها فما فساد كبير في تعاطي المسألة هذه. قد تعبنا في عديد القرارات البلدية وفي عديد التي اتخذها مخالفة للقانون وحتى بالقضاء. أصدرت المحاكم سواء المحكمة الإدارية ولا المحاكم المدنية أحكام تدعوه فيها إلى التراجع على قرارات وعلى اتخذها ولم يطبق ذلك للأسف الشديد. ندوة اختلفت فيها الآراء حول الأداء البلدي لرئيس البلدية، لكن اتفق الجميع أن هذا الانقسام من شأنه أن يؤثر على السير الطبيعي للمرفق وجودة الخدمات المقدمة للمرفق.